يتزاحم هؤلاء الأطفال في طريقة جلوسهم، كيف لا وأربع أسر تسكن في منزل واحد؟ هو حال مئات العائلات الموصلية ما بعد داعش الذي فتك بمناطقهم وهجروا منازلهم في الموصل القديمة. تترجم لك هذه العائلات بؤس الحياة التي يعيشونها، فأوضاعهم المالية لا تسعفهم لدفع بدلات الإيجار التي ارتفعت هنا في مدينة يوصف نصفها بأنه منكوب. احنا أربع عوائل بهذا البيت، مثل ما يقول، وعدنا أطفال كثيرة، من قادم مدارس، من قادم واحد، من قادم لبس، من قادم جيات، ومثل ما يقول احنا ما عدنا إمكانية، مثل ما يقول نشيل الأطفال هذه. أطفال بلا مدارس ومصير لا زال بائس على نار هادئة تعجنهم تلك الحياة، لكنهم رتبوا أوضاعهم وتأقلموا معها رغم سوادها في عيونهم. عاشت هذه العائلات النزوح على فترات ومراحل بين مخيمات ومنازل قيد الإنشاء وعبء ثقيل على بعض الأقارب. احنا نزحنا، يعني من تحررنا نزحنا للمخيمات، فيعني عشنا بيها ظروف صعبة هناك، ورجعنا يعني عشنا بذاك الجانب، عندها العيلة وهالعيلة، قعدنا بهيكل تعبان جدا يعني، ومن بعدها رجعنا يعني على بيوتنا وعلى ديارنا، لما لنا غيره ولو تاليها نرجع. يتسابقون للحصول على لقمة العيش التي باتت صعبة المنال لهذه العائلات. يحلم هؤلاء بحياة كريمة حتى وإن كانت بسيطة، حلم تراه هذه العائلات المتواضعة بدأ يتلاشى شيئا فشيئا مع مرور الأيام. من الموصل، جمال البدراني، الشرقية نيوز.